جهد في سبيل إقامة هكذا فعاليات، واليوم نحتفل في الاحتفالية السادسة للطفل العربي ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا ما شاهدناه من رسوم وتصوير فوتوغرافي وورشات عمل إنما هي دليل على أن هؤلاء الأطفال قادرون على التغلب على الإعاقة. رح تقدم الفرقة مدة ثلث ساعة مع المحافظات الموجودة عندنا، حاولنا نجسد هذه الفلكلور بالنسبة للمحافظات من خلال الموسيقى اللي رح تسمعوها اليوم، وعندنا لوحة هي موشح بالنسبة للموشحات السورية، وعندنا لوحة وطنية بعنوان النصر كمان هي مدتها 3 دقائق.